حرام عليك تزاني سنة يا بلوم بالله ودومي أنا ما حرام عليك تزاني سنة يا بلوم بالله سهل يا بلوم الله
ودومي أنا ما حرام عليك تزاني سنة يا بلوم تزاني أنا تزاني سنة تزاني أنا تزاني سنة يا بلوم بالله. أهلا بكم من جديد، نحن وأنتم وضلال الأصيل. هذا اللحن يقودنا مباشرة للترحيب بضيفنا الثالث والأخير في المساء، حاتم ود الجبل، الفنان الصاعد الذي يقدم تجربة فنية هي مزيج ما بين الأغنيات المسموعة والخاصة. فنان يأتي هذا المساء ليقدم صوته لكل المشاهدين والمستمعين ويحمل مشروع فنان. مرحب بك حاتم ود الجبل، حبابك عشرة في قناة الشروق الفضائية، ومرحب بك في ظلال الأصيل. أهلا بك الأستاذ الشاب الجميل نزار، لك التحية وفرصة سعيدة لنا وأنا سعيد جدا يعني. مرحب بك. خلينا في البداية يا ود الجبل نتكلم عن الاسم ذاته، يا جبل في الجبال، حاتم ود الجبل. أول حاجة حاتم أحمد الزين إبراهيم جبل عرشكول، شمال غرب الدويم، أبو تقريبا من الدويم 30 كيلو. جميل. أيوة. طيب نتكلم عن التجربة الفنية في بدايات الأولى، في المرحلة الأولى، من 200 بتغني وليك كم سنة وين قاعد؟ والله أنا زول قديم يا أخي، طبعا بدايتي يعني بداية كل فنان، فكانت البداية في الدراسة في المدرسة، فكنت بشارك في طابور الصباح، فذكر الوقت ذاك طابور كان علينا طوالي في الفصل كل اثنين وخميس، فأنا عندي أغنية سافت يوم الاثنين والخميس، فمن هنا انطلق موضوع يعني الفن وكده. فيعني اخترت ود البكري اللي هو يعني برتاح جدا لما اسمع غنى ود البكري وانا طالب، فالحكايه مشت معي كده يعني. جميل. كم سنه الان بتغني انت؟ والله بغني من 2008، 15 سنه تقريبا. 15 سنه. جميل. خلال ال 15 سنه دي انت قدمت فيها يا نوع من الاغنيات ويا ايقاعات غنيت بها؟ والله بكل قاعد غنيت بها، طبعا بميل كثير للدوبيت والسيره يعني، لكن غنينا السيرة والتمتم والسامبا والريجي كلها قاعدة اشتغل يعني. جميل. تكلم برضو عن الأسرة ورأي في مشروعك الفني. الأسرة أسرة متصوفة، وموضوع الفن ده عندهم برؤية محددة، هو جانب المديح النبوي. أيوة. كده. أيوة. والله في البداية ما كان مقبول يا أخي، كان في رفض تماما من الوالد والوالدة، وأنا بحيوم من هنا الوالد أحمد الزين إبراهيم والوالدة سكين البشير، أتملون طول العمر ورب يديهم الصحة والعافية، فكانوا رافضين حكاية الغنى يعني، لأنه فهموا للفن ده كده طبعاً ناس صوفيين يعني، التربية يعني كان في المسجد وتربيت في المسجد، فيعني حكاية الغنى دي كانت رافضينها تماماً يعني، لكن لما غنحتهم مني بغني السيرة والدوبيت والغنى المحترم وكده، فالحكاية المهمة مشت يعني. جميل. لكن المديح موجود عندكم في الأسرة؟ موجود. أيوه. جميل. عندي طيب. الطيب أخوي طوال أصغر منه هو مادح، وأنا المناسبة يعني الراي بكتب مديح وبمدح يعني. ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله حيكون عندنا مساحه نسمع فيها مدايح في حلقات جايه، وربما في هذه الحلقه مين عارف، لكن كذا سي اختار لنا لحن ممكن نسمع يعني لو جنيت انا ما ملام نسمع اي سيراي. لو جنيت انا ما ملام من البلون سبع الحمام يا حليل مني منا والسلام، لو جنيت انا ما ملام من البلون سبع الحمام يا حليل مني منا والسلام، وبرا يا أرض الخضار لو بيب عروس الرمال يا حليل، وبرا يا أرض الخضار لو بيب عروس الرمال يا حليل، شوف الجبل شوف التلال، شوف الجبل شوف التلال، التضبي هي زي جمال يا حليل مني منا
والسلام. لو جنيتنا ما ملام من الظلام تبع الحمام يا حليل مني منا والسلام مني منا مني منا والسلام مني منا والسلام مني منا والسلام. شكرا يا حاتم والدجبل على هذا الاختيار, و بيقودنا لسؤالنا القادم مباشرة, وهو متين بينتقل الفنان من مرحلة ترديد الأغنيات المسموعة إلى مرحلة تقديم أغنياته الخاصة؟ والله طبعا يعني معلوم كل فنان بدايته لازم غني فنان يعني ما هو زي بيمشي وراه, لازم أنت تكلوك وتتاتي وبتاع وتمشي حداك تقيف تصنع نفسك. فأي فنان بيبدأ معروف بيغني للفنان الناس اللي قدامه بيتعلم منهم بيكتسب خبراتهم بيتأثر بيهم بعد ذاك وبحدد يشوفوا يعني حتى طريقة أداءه وغناه ليمنه يعني حتى لو اختار يعني غناه خاص حاول يعمل غناء خاص يعني لازم يكون عنده يعني صوب تأثر بيه لأنه ممكن تكون طوارث ذات تبقى فنان تصهر طوارث غني نحن علينا كثير يعني. جميل. بعد كم سنة المفروض الفنان ينتقل من أداء ترديد الأغنيات المسموعة سواء كان غناء حقيبة أو غناء فنان هو متأثر بيه أو أغنيات تراث لتقديم أغنياته الخاصة ويقدم تجربته الفنية؟ يلا الكلام ده هو بحسه من الساحة يعني انت عشان تبقى فنان وتحس انت تغني نفسك انت فنان فعلا الكلام ده كله من الساحه يعني انت بدايتك ما طوالي يعني زول لما يجي يغني بيصفق له طوالي تفنان لازم يكون في انتقادي تاخذوه يعني يكون في نقد هدام يعني تسمعه بعد ذاك انت اذا كنت اصلا يعني عندك الثقه في نفسك والطريقه اخترته صح يعني بعد ذاك ان شاء الله يعني الله الموفق يعني انت بتبدا في طريقك في هيك تمشي يعني. عندك غنى خاص؟ عندي ايوه. طيب منو من الشعراء والملحنين اللي عندي تعامل يعني
مع الأستاذ عثمان عمارة من لبنات أندلتي، وأنا هنا بحييه. فمقدم لي الآن 7 أعمال، عندي 7 أغاني جديدة من الأستاذ عمارة، وأيضا أخونا الشاعر بشير شبشة له التحية أيضا، وأخونا عبد العزيز السلامي، كلهم شعراء يعني عندهم أغاني معي جديدة. إن شاء الله أنا أوعدكم الحلقة الجاية إن شاء الله إذا ربنا وفقنا بكون عندي أعمال خاصة حق الإبرة يعني. جميل. طيب كيف بتختار الأغنيات اللي أنت بتأديها، سواء كان أغنيات جديدة زي الهسي اللي حتطرحها 7 أغنيات جديدة، والأغنيات المسموعة سواء كان من التراث أو من الحقيبة أو غيره؟ أنا أغنية ما حسيتها ما قاعد أغنيها، أغنية ما أحسها من جوا ما قاعد أغنيها، ما قاعد ينبغونها، ما قاعد أجامل النهاية يعني. حتى في الساحة أثناء بكون شغال حفلاتي العادية المعروفة بيجوا هكذا بيطلبوا، أنا عشان ما أحرج الزول بيطلبني بأغنية يعني ما بتناسبني أنا وما قاعد أغنيها أصلا يعني، لكن ما قاعد أحرج، بقول له كويس شوي شوي لحد ما أخاف تخلص. طيب ما قاعد أحرج زول. غن لنا أغنية أنت حاسيها. جدا نسمع كردوفان. كردوفان بلدي لك جد مشتاق، بريد حسنك شوقك الحراق، اجلنا رب الكون اجلنا رب الكون قصة بجمالة بيعرق فواح وبانا ميالة وبانا ميالة والنجم بالليل فاجر كثلالة النجم بالليل فاجر كثلالة النجم بالليل فاجر كثلالة شنطي باعها لا تحمل أرمالة كردوفان بلدي أنا غني وأقول في صفات أهلي أحكي عن زول دول أحكي عن زول دول طبيبة موروسة بكرم موصول طبيبة موروسة بكرم موصول طبيبة موروسة بكرم موصول وجمال فطري أصله ما معدول كردوفان بلدي
الشمال والقاصد وبادر مشي تلقى هناك نعم سادر نعم سادر وفيه تتغزل أو على دبادر فيه تتغزل أو على دبادر فيه تتغزل أو على دبادر والسهم ترميك وإنت ما قادر تردو فرم بلدي وفي رمالك توه وفي رمالك توه اطلع الغيزان اسجي اسهاري وارعب الغزلان وارعب الغزلان ومن عيونها ليك اهل الولهان ومن عيونها ليك اهل الولهان من عيونها ليك اهل الولهان توحي لزاي اذا وضحنا كردو فم بلدي لك جن مشتاق البريد حسنك 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 وشوقي شكرا يا حاتم الدجبل على هذا الاختيار الجميل تحيه عبرك لكل اهلنا في كردفان خلينا نتكلم عن مستقبلك القادم في الساحه الفنيه ناوي تقدم شنو للناس انت الان جاي تطرح تجربتك لكل الناس اللي بيشوفوك واللي بيسمعوك وللناس اللي اول مره بتشوف حاتم الدجبل والله اول حاجه يعني حقيقه انا احترف فيها ما بشكر الناس ما بشكر الله سبحانه وتعالى فانا والله لو لولا البكري لما كان حاتم الجبل فعبد البكر ده عنده يعني فضل علي كثير وما اقدر بجازيه يعني رجل احترمني وقف معي وساعدني كثير التحيه له من هنا وايضا اخونا الحويرس ولو سمحت لي برضو اخونا فضل الله عبد الله منير كردم وكل اهالي عرشكول يعني هم ارسلوا لهم التحايا فان شاء الله في القادم على نفس السير ونفس النهج لكن ان شاء الله بنجيب اعمالنا الجديده بنقدمها لكم ان شاء الله تنيل اعجابكم يعني ان شاء الله طيب نختم معك يا حاتم انت قلت لي انك راويه مديح كتبت مديح هل كتبت اغنيات لنفسك؟ لا ما حاولتها لكن نظمت مديح كثير منو من المداح اللي ادوا لك مدايحك؟ اخونا محمد عبد الباقي دتاج من هنا بحييه واخونا برعي خلف الله فدعملت معهم يعني ممكن كتبتها الرسول حبيبي تقريبا اديتها اخونا محمد وبرضه المدينه ممكن الذاكره هسه ما تزعفني لكن دعملت معهم يعني فهم ناس راغبين يعني جميل احنا شاكرين لك جدا حاتم الدجبل لوجودك معنا اليوم في ظلال الاصيل وشاكرين للمساحه الجميله اللي جمعتك معنا وإن شاء الله يعني موفق ومسيرة فنية عامرة
دي كانت مساحتنا ليوم الليلة في ظلال الأصيل، والتي تنقلنا فيها ما بين الثقافة القانونية، وتنقلنا فيها ما بين الأدب والفنون، واختتمناها بهذا اللقاء الفني القصير الذي قدمنا فيه صوت الفنان الواعد حاتم وود الجبل. غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد، حتى ذلك الحين في أمان الله. نختم بشنو؟ نختم أولا أدي صوت موالي يا أستاذ. سلامك حدرك طاف وجريدك نوى سرجك سوى مزيقة ورطانة وعوى السوب الخلاني في نار لهيبة كوى النوم شوف يا عبد الرحيم شو سوى الزول الأصيل الخاتل ومن لايم الصيد في المشارع ما برد زولا حايم أذكرني النسيم الجاني صاحي ونايم لو شفت الملاك بتلقى سادك قايم من عبد الكريم من عبد الكريم فرينا وزفة قال لي بدر سلام عقب الحفيرة ولفة شارف واتخزين للدالي قام بخفة وقصر السمحة في جبل الحجر ويتكفى وبرق القبلة الليلة كتر خبط وخلى العاشقين فوق الفراش ما يسفتوا الزول يعمل حسابه أو ليه استرتوا وما يشابر الحاجة بقت ما قدرتوا آخر مني المتقل بالحديد ومطوق عشان ما قلبه من هم البريد ومروق والله العظيم خليتني ليك أتشوق عينيك في المنام لو شفتي بتعوق كان وقفت عديلة وإن مشت موزونة وإن بسمت معاين برق الظلم مسنونة جريعة عسل في موية ما معقونة ونحن كتن أهل المرو والفونة وللميدان مارجي سواه يا ليلى وشافوا من عدو انكوى وللميدان مارجي سواه يا ليلى وشافوا من عدو انكوى يوم الدف اسود ودوا وسد في الهام دعواه يا ليلى يوم الدف اسود ودوا وسد في الهام دعواه يا ليلى ما ضلوا مضعر في الحوام عدوهم مشرب ما رواه يا ليلى شافوا من عدو يوم الدف اسود ودوا وسد في الهام دعواه يا ليلى ما ضلوا مبعر في الحوام عدوهم مشرب ما رواه يا ليلى
شافهم العدو الكوى وما تقال للنجل ما دام نشوف جسمك كبير هوي علينا ينهينا الدم والحجر ويموت ما تقول انهجر هوي علينا شافوا ما العدو انكوى وللميدان معرك سوا قال له اصبر يا المهل حسد بيوت حرس الاهل هوي علينا قال له هنا المكلوف سهل دار الدوس وسط السهل هوي علينا شافوا ملعب